ما عندكش الاوبزرفيشنز باي سيلف. هو الفريكوينسي ديستريبيوشن ايه مشكلته؟ انه ما بيقولكش الانترفال الاولانيه مين الاوبزرفيشنز اللي موجوده. هو بيقول لك الانترفال الاولانيه فيها 10 اوبزرفيشنز. لكن هما بكام؟ ما تعرفش. مترتبين ازاي؟ ما تعرفش. فلذلك القانون بتاع الميديان بجيبه بالنسبه والتناسب، بجيبه ريشي. طب هعمله ازاي؟ القانون بيقول ال يعني اللور ليميت اوف ذا ميديان كلاس بلس ان اوفر 2 ماينس كوميونيتي فريكوينسي بعدين ديفايدد باي اف تايمز الانترفال ويدث بتاع الميديان كلاس. انا بتخيل ان انا لما بقراه كده الناس بتبقى متضايقه جدا لانه صعب انك تفهمه قوي. طيب انا علشان ابقى حفظته وفهمته اعمل ايه؟ احله على مثلا. تعال بص كده بقى تابعني. بص المساله دي سيومينا. تمام. خليك معايا. بص انا عندي الكلاسز وعندي الفريكوينسيز صح؟ خلي بالك بقى هعمل ايه؟ علشان اقدر احسب الميديان لازم احسبه عن طريق الكوميونيتيف فريكوينسي. لازم عشان احسب الميديان احسبه عن طريق مين؟ الكوميونيتيف فريكوينسي. طيب هجيب الكوميونيتي فريكوينسي ده ازاي؟ اروح رايح على طول حاطط الكلاسز قدام الفريكوينسيز. ادي الكلاسز اهي وادي الفريكوينسيز. وهجمع الفريكوينسيز دي على بعضها تطلع بكام؟ بتساوي 8. الحركه اللي بعدها انا هروح اجيب الكوميونيتي فريكوينسي. فاكرين الكوميونيتي فريكوينسي كنت بجيبه ازاي؟ هتفكر. كنت ببدا على طول ابدا اهو عند ال 8 شايف ال 8 اهي انقلها لمين؟ 8 بلس 23 31 38 48 48 بلس 18 48 بلس 18 هيديلك 66 66 بلس 8 74 74 بلس 74 78 78 بلس 2 هيديلك 80. اتفقنا دايما في الكوميونتي فريكوينسي لازم الكوميونتي فريكوينسي بتاع الوصل انترفال يساوي 7 سنتس. معايا يا شباب؟ طيب لغايه كده في اي مشكله معانا؟ اي مشكله معاك؟ اوكي. هو انا عرفت الميديان اللي هو مين؟ الاوبزرفيشن اللي فوقيها 50% او الاوبزرفيشن اللي تحتيها 50% صح كده؟ 50% from your data مش كده؟ اللي هم مطبوعهم اصلا بكام؟ هات 50% من ال 80 يعني نصها. نص ال 80 كام؟ اروح داخل في الكوميونتي فريكونسي. تعالى معايا كده في الكوميونتي فريكونسي. انزل بال 40 ليه ان اوفر 2 دور على اول فاليو اكسيد 40. اول رقم اكبر من 40 انزل كده. فين اول رقم اكسيدز 40؟ اه صح كده؟ يبقى دي الانترفال بتاعت الميديان. دي اسمها ميديان كلاس. او الميدل كلاس. انا عايز الكلام ده تاني. انت قلت لي اسمك ايه؟ دانيال. بص يا دانيال انا رحت جيت من الفريكوينسيز بعدين من الفريكوينسيز جبت كوميونتي فريكوينسي عادي خالص. بعدين عملت ايه؟ رحت رايح على ال 80 شايفها؟ ال 80 ديفايدد 2 بكام؟ 40. رحت ماسك ال 40 ونازل في الكوميونتي فريكوينسي سيرشنج فور ذا فيرست searching for the first value that will exceed 40. مين الرقم الاكبر من 40؟ اول رقم exceeds 40 اللي هو كام؟ 48. الرقم ده مهم جدا. كده انا عرفت الميديان كلاس. يعني ايه ميديان كلاس؟ يعني الانترفال اللي الميديان موجود جواه. انا دلوقتي عرفت ان الميديان بتاعي هو already exist between 18 ومين؟ و21. انا عايز بقى مين يجي لي جوه الانترفال دي واجيبه. اعملها ازاي؟ ده في مشكله ان انا اصلا مش عارف الاوبزرفيشنز اللي موجوده بين 18 وبتوين مين؟ 21. فبالتالي هجيبه نسبه وتناسب. شو بقى هعمل الريش دي ازاي؟ همسك ال 40 اللي هي ان اوفر 2 اشيل منها ال 31 يبقى هاخد 40 ماينس 31 هيطلع بكام؟ ب 9. اروح قاسم الفاليو دي على الفريكوينسي ده على ال 17 كده اصبحت ايش؟ يبقى تاني اجيب ان اوفر 2
اروح طالع منه الكومبيوتر فريكوينسي قبل الانترفال دي يبقى 40 ماينس 31 يبقى انا بالفعل جبت 40 اللي هي ان اوفر 2 هشيل منها الكوميونتي فريكوينسي اللي قبلها بعدين هقسم على مين؟ على الفريكوينسي بتاعت الميديم كلاس اللي هو كام؟ 17 يبقى ده 17 اكشوال اللي انت عملته هو 40 ماينس 31 بيجيلك كام؟ يعني قصدك ان الميديم هو ناينس اوبزرفيشن اوت اوف 17 يعني هو الاوبزرفيشن اللي ترتبها 9 من اجمالي اوبزرفيشنز بكام؟ 17 هو التاسع من 17 طيب هحسبه ازاي؟ هروح جاي ضارب في الانترفال ويدث بتاع الفتره دي عرض الفتره دي بكام؟ عرض الفتره دي بيدي لك كام يا شباب؟ بيدي لك 3 بعدين هروح جمع عليهم اللور ليميت بتاع الانترفال اللور ليميت بتاع الانترفال دي اللي هو كام؟ يبقى هروح جاي هنا كاتب 18 كده انا جبت الميديان الكلام ده يساوي 18 بلس 9 اوفر 17 تايمز 3 حسبت الميديان يعني ولينا اول خطوه هعمل ايه؟ هجيب الكوميونتي فريكونسي انا جبت الكوميونتي فريكونسي ستيب اللي بعديه اعمل ايه؟ امسك السامبل سايز اللي هو مجموع الفريكونسيز اعمله ديفايد باي كام؟ باي 2 لما اقول 80 ديفايد باي 2 دي كام؟ 40 اروح داخل هنا ادور على الفيرست فاليو ذات ويل اكسيد 40 اول رقم اكبر من 40 اول رقم مور ذان 40 48 خلاص اتس دان ما يهمنيش بس يهمني ان دي ميديم كلاس اخد الام اوفر 2 اخلع منها مين؟ الكوميونتي فريكونسي اللي وراها يبقى 40 ماينس 31 يبقى انا كده عارف ان الرانك بتاعته التاسع داخل الفتره دي هم اصلا كام رقم؟ انت عايز التاسع من ال 17 يبقى 9 اوفر 17 تايمز 9 اوفر 17 من مين؟ من القيمة بتاعت الانترفال دي اللي هي بكام؟ ب 3 ده عرض الفترة القيمة اللي أنا جبتها هزودها على مين؟ على اللور ليميت معايا يا شباب؟ جبت الميديان لما تفهم القانون هكتبه في السنة تعال نكتب القانون القانون بيقول ايه؟ ان اوفر 2 ماينس الكوميونيتي فريكوينسي الكلام ده قسمته على الفريكوينسي بتاعت الميديان كلاس ورحت ضربه في الانترفال ويدث واضفت عليه اللور ليميت بتاعت الميديان كلاس لكن لو جيت تحفظه من الاول هتلاقي الحفظ بتاعه ماله مش ظريف خالص يبقى انا فيرست اوف اول عيد تاني كده الستبس جبت ان اوفر 2 دخلت على الكوميونتي فريكوينسي لوكينج فور اول رقم ويل اكسيد ان اوفر 2 كده حددت الميديان كلاس عرفت هو موجود فين بعدين رحت واخد الرقم ده شايل منه الكوميونتي فجبت هو ترتيبه كام داخل الفتره ورحت ماسك الرقم ده ورحت قاسمه على نمبر اوف فريكوينسيز زي ما انا قلت لك كده هو 9 اوت اوف 17 هو التاسع من 17 رقم هو الرقم رقم 9 من ال 17 رحت جاي قايل 9 اوفر 17 جبته از ريشيو ضربته في الانترفال ويدز عشان اعرف من بدايه الفتره كام امشي عشان انسبه ورحت جاي عليه مش كده؟ اوكي بيرفكت. طبعا انا هنا عامل ابروكسيميشن لو انت خدت بالك. انا كده فارض ان الانترفال دي اللي هي من 18 ل 21 ال 17 نمبر دول يونيفورملي ديستريبيوتد وذ ذيس انترفال. صح ولا ايه؟ بس ده حاجات مش متاكد منها. مش احنا قلنا العيب بتاع الفريكونسي ديستريبيوشن؟ ايه العيب بتاع الفريكونسي ديستريبيوشن؟ حد فاكر؟ ان انا مش عارف داخل الفتره دي الاوبزرفيشنز اكشلي هم ممكن ال 17 رقم دول يكونوا اقرب لل 21 من 18 او ممكن ال 17 دول يبقوا اقرب لل 18 من 21 او ممكن ال 17 دول يبقوا في الوسط كلهم بعيد عن الاثنين دول بس انا قابل الابروكسيميشن نتيجه ان انا قابل ان الفريكونسي ديستريبيوشن بتبقى بالارقام صح ولا ايه؟ وده الريسك كان شايله من الاول انا جبت الفيديو عيد تاني
كده انا افترضت ان ال 17 اوبزرفيشنز دول مترتبين يونيفورم، يعني من اول ال 18 لل 21 في هنا كام رقم؟ 17 ماشيين ورا بعض، 17 رقم ماشيين ورا بعض، ده الفرق اللي انا فرضته. فهمتيني؟ اه مظبوط. ما هو ده معنى ان انا فرضت انهم يونيفورملي ديستريبيوتد، يعني متوزعين بانتظام، ال 17 فاليو دول متوزعين بانتظام من اول ال 18 لفين؟ لل 21. يعني كلهم نفس عدد التكرارات؟ كلهم ما فيش تكرار جوه. يعني من 18 يعني مثلا 18.1 18.2 18.3 18.4 وزعت هنا من الارقام اللي موجوده هنا كم رقم؟ 17 رقم. خدت التلات اكشوال اكشوال يعني هو الانترفال دي بكام؟ 3 على 17 فرحت جاي 3 على 17 بعدين 6 على 17 بعدين اضرب بقى امشي 7 على 17 8 على 17 9 على 17 دي الفاليوز اللي موجوده. فهمتيني؟ من الداخل الانترفال بتاعتي رقم ورقم 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 اكنها كده وجبت الرقم اللي في الوسط في ابروكسيميشن انا قبله في ابروكسيميشن انا قبله في تقريب بس انا قبله نتيجة ان انا مش عارف الاوبزرفيشنز دي بالظبط هما بكام؟ اوكي تمام؟ ماشي طيب تسمع دلوقتي احنا ازاي؟ ايه اللي طلعت النسبة يا جماعة؟ شد دلوقتي شد دلوقتي بين ال 18 ادي 18 وانا هنا كام؟ المسافة خليني احسبها كده ادي 18 وادي الرقم اللي هو ب 21 ده معناه الارقام قاعده عماله تزيد مش هما بيداوا ب 18 وده ممكن يزيد ويزيد 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 لغايه ما يوصلوا ل 21 انا جبت الارقام كده ادي المسافات بتاعتك ادي الارقام بتوعك الخطوط الرأسيه دي كام رقم؟ 17 رقم انا لما جبت 40 باي 31 عرفت ان الميديان هو الاوبزرفيشن اللي ترتيبها رقم كام؟ من الكام رقم اللي موجودين في الانترفال دي؟ دي فعرفت اجيبه هنا بالنسبه والتناسب رحت قايل 9 اوفر 17 تايمز الانترفال او الليفل ده لوبسكي فجبته بالنسبه والتناسب توجع جمالك هو بالفعل ده اللي انا يهمني ازاي اطبقه اول حركه عملت ايه؟ جبت لين اوفر 2 لين اوفر 2 دخلتها في ايه؟ في كوميونتي فريكونسي لما دخلها في الكوميونتي فريكونسي بدور على ايه؟ الاكبر من اول واحد اكبر من طب هو كان مجموعك يسمح يقول لي طب ما ده اكبر وده اكبر وده اكبر وده لا لا اول رقم انا عايز اول رقم اكبر منها ليه اول رقم اكبر منها؟ لان ده معناه ان ال 40 هتبقى رقم داخل مين ومين؟ ال 18 وال 21 خلي بالك ان قبل ال 18 في كام رقم؟ 31 نمبر موجود 31 رقم 31 اوبزرفيشن صح كده؟ انت عايزه بقى ال 31 هو التاسع من بدايه الفتره دي عشان كده قلت 40 من 31 فاكن انا بقول انا ماليش دعوه بالورق بس عارف ان هو ترتيبه هنا داخل الفتره دي هو الاوبزرفيشن اللي ترتيبها كام؟ تسعه تسعه من كام اوبزرفيشن؟ 17 يبقى 9 اوفر 17 تايمز الانترفال ويتس جبتوا نسبه جبتوا نسبه وبعدين حولته لجزء من المسافه اللي بين دول ورحت جامع 18 يبقى تاني ان اوفر 2 ماينس كومبليت فريكونسي جبت النومينيتور اقسمه على التوتال فريكونسيز يبقى انا جبت ريشيو اضربه في الانترفال ويتس ده اللي هو الريت خلاص انا جبته مظبوط لا تخرج يعني مظبوط لان طبعا الارقام بتاعتك مترتبه من الصغير اللي فين؟ الكبير هو الارقام هنا مترتبه بس رفع رايك هنا مترتبه هو انت مش عندك ان ال 12 اقل من 33 انا كنت هناك برتبهم من الصغير للكبير امام صاله لكن هنا اصلا هو في ترتيب ان المجموعه الاولانيه 8 من 12 ل 15 بعدين في المجموعه الثانيه 23 من الارقام اللي هي 15 ل 18 وهكذا ف والترم الاولاني اصغر من الثاني اصغر من الثالث اصغر من الرابع يبقى فور ذا لاست تايم الميديا بحسبه ازاي؟ بمسك ال n ديفايدد 2 يبقى n اوفر 2 انزل في الكوميونتي فريكونسيز قدام ان اوفر 2 اشيل منها الفريكونسي الكوميونتي اللي قبلها
جبت الرقم، الرقم ده اسمه على الميديم كلاس او الميدل كلاس فريكوينسي. جبت ريشيو اضربه في الانترفال ويدز بعدين ادد على الاوردر. طب انا عملت ده عندي ملحوظه ظريفه لطيفه، هو انا احتجت كلاس مارك؟ اه لا. ليه كلاس مارك؟ استخدمت ليه كلاس مارك؟ لا ما استخدمتش كلاس مارك. هو انت استخدمت اوبزرفيشنز هنا؟ لا انت اعتمدت على الترتيب فقط بغض النظر عن الاوبزرفيشنز. عارف يعني هنا دي هتديك ايه؟ تعال بص على الادفانتجز. الادفانتجز بتاعته الميديان زي الميد فاليو زي الميد رينج زي الميد كلهم رقم ايه؟ واحد. يعني مجموعه من البيانات الميديان بيطلع ايه؟ رقم. ما ينفعش اكتر من رقم، هو يطلع رقم. انا احسبه انت تحسبه هو يحسبه هيطلع كام رقم؟ رقم واحد فقط. اوكي يبقى انا عرفت ان هو الميد فاليو. الحركه اللي بعدين اتس نوت افكتد باي اكستريم فاليوز. لاول مره الميد رينج بيتاثر بالاكستريم فاليوز صح؟ ميد رينج بيتأثر بالاكستريم فاليوز. المين بيتأثر بالاكستريم فاليوز. لكن الميديا مش بيتأثر بالاكستريم فاليوز. تعال بص كده 5000 6000 ونص 10000 11000 2 مليون. تعال بقى بص كده هيتأثر ولا لا. في الميد رينج هتاخد الرقم اللي زي ال 2 مليون تجمع على بعض وتطلع لك ايه؟ في الارثماتيك هتجمع الارقام هيدخل فيها ال 2 مليون ويبوظها. تعال بقى في الميديا رتب من الصغير لفين؟ كبير. ماليش دعوه الكبير بكام والصغير بكام اصلا. ده انا رتبتهم بعدين بصيت على عددهم مش عليهم، على عددهم. ورحت قاسم العدد على اثنين. يعني ما قربتش خالص من الاوبزرفيشنز من الانحراف ولا اي ارقام. انا جبت الترتيب بتاعه في الوسط بغض النظر عن الاوبزرفيشنز. فاكبر ميزه للميديا انه لاول مره لازم افكتد باي ستيتمنتس. اقول لك بقى على ميزه كمان قويه جدا للميديا. كان بي ايفالويتد فور اوبن اند ديستريبيوشنز. يعني ايه اوبن اند ديستريبيوشن؟ يعني لو انا جيت مثلا على سبيل المثال اقول لك من 5000 ل 6000 من 6000 ل 7000 من 7000 ل 8000 من 8000 ل 9000 من 9000 فما فوق. ما تعرفش تحسب ميد رينج. انت كنت بتحسب ميد رينج ازاي؟ تجيب الابر باوند بتاع الوسط بلس اللور باوند بتاع الفيرست بلس وتحطهم على بعض. الابر باوند هنا بكام؟ مش موجود صح ولا ايه؟ طب لو كنت بتعمل ارثماتيك مين؟ كنت بتجيب الاكس بار. الاكس بار كنت بتعمل ايه؟ تاخد اللور لينك واللور لينك تحطهم على بعض وتسمع على اثنين. هتيجي في اخر واحده ده من اول مش عارف كام الى ما لا نهايه. هتاخد ازاي ما لا نهايه؟ مش ده. لكن الميديا ينفع لانه ما بيعرفش الاوبزرفيشن. هو انا هنا لما جيت احسب الميديا المساله اللي فيها دي وانا بحسب ملوش دعوه بالارقام بدور التخيل. انت لما جيت هنا انا قربت ال 33 ولا جيت جابت هنا ولا لا لا انا كل كلامي كان على مين يا شباب؟ على فريكونسيز. فدي اكبر مميزات الميديا. امتى احتاج ان انا استخدم الميديا؟ لو انا عندي اوبن اند ديستريبيوشن يبقى انا احتاج الميديا. امتى احتاج الميديا؟ لو انا عندي اوت فلايرز ينجحك ويجيبك من نقطه يقدر يستغل. طيب ده حلو قوي. ايه عيوبه؟ يكاد يكون العيب الوحيد بالنسبه للميديا انه ما بيشتغلش على كواليتيف داتا. يعني لو انا بطلع براس ده راس فرزه بدجانك هتيجي ترتبه مين هتعرف هتعرف تعمل الترتيب مش هتعرف. يبقى دي الميزه الوحشه قوي بتاعته. احنا وي ريلي نيد المعلم الكبير الزغلول الموت. مين بقى الموت؟ الاكثر انتشارا في العيال. هو الاوبزرفيشن الاكثر انتشارا في العيال. يبقى هو دوت اللي اسمه الموت. بالعربي المنوال. يبقى لو انا بعرف يعني ايه الموت؟ It is the observation with highest frequency. هو الرقم اللي صاحب اكبر تكرار. ده معنى كلمه الموت. طيب ده حلو قوي وظريف. تعالوا نشوف كده. اقرا شويه البيانات دي وهات لي الرقم المتكرر. فين المتكرر؟ There is no mode. مفيش مود. خلي بالك ان اي مجموعه من البيانات انا اقدر اوجد لها ميد رينج. اقدر اوجد لها ارثماتيك مين. اقدر اوجد لها ميديا.
مش كل البيانات اقدر اوجد لها مين؟ موت اهو مفيش موت. صح كده؟ طيب تعالى كده بص على المثال اللي قدامك ده. شوف للرقم اللي بيتكرر اكتر حاجه. 2.2 اتكرر مرتين. 6.3 اتكرر مرتين. يبقى هنا الموت بكام؟ ب 2.2 و 6.3. يبقى هنا المساله دي فيها كام موت؟ 2 موتس. الله ده بقى يفسر لك يعني ايه الارثماتيك مين اي بيج فاليو. يعني ايه الميد رينج؟ يعني ايه الميديان؟ الميد فاليو. لان مجموعه من البيانات يطلع المين واحد. الميديان واحد، الميد رينج واحد. لكن الموت في بعض البيانات ممكن يطلع قيمتين او ثلاثه او اكثر. ممكن التوزيع الديستريبيوشن بتاعه يبقى حاجه عامله كده. هذا الديستريبيوشن بتاع الداتا بتاعها. طلع كده نزل، طلع كده نزل، طلع كده نزل. يبقى كده عندك كام مود؟ ثلاثة مود. معايا كده؟ ممكن الديستريبيوشن بتاعك يبقى عامل كده. كده في كام مود؟ اهو ده المود. على فكرة المود مش اللي فوق، المود الاوبزرفيشن الرقم تحت. لأن البيك دي بتحصل عند التكرار. مش دعوة. معايا شباب؟ اهو بص بقى المسألة اللي بعدين. أنا بدور على أعلى تكرارات. لو أنت بصيت كده هتلاقي 2.2 it repeated how many times؟ لكن 6.3 كرر كام مرة؟ يبقى المود هو مين؟ 2.2 هو الأكثر تكرارا. هو اللي بيسألني؟ الأكثر شيوعا. اتفضل. هو اللي بيسألني؟ يعني إيه هو بيسألني؟ يعني أنا مثلا دلوقتي عندي 2.2 هقول لك فايز مود. ما هو الاثنين متكررين 6.2 مين الأكبر تكرار؟ يعني ده لما يطلب مني بقى. أنا بقول لك اكسب مود. يعني لو جبت المسألة دي قلت لك فاليويت ذا مود، يبقى المود بكام؟ ها؟ 2.2 مش 2.2 6.3 الأخرانية 2.2 يعني هو أقصر حط لها اثنين عشان الاثنين نفس عدد بعض، يعني ده مجرد مظبوط لكن تحت هو مين؟ واحد بس مود واحد. طب الأولانية؟ مفيش مود. مفيش مود أصلاً، مود إكزيست. لأن مفيش تكرار. معايا شباب؟ أوكي. شايف الخطيرة؟ بص حاجة خطيرة. هذا بدي يلف كده من بتاعه. أنت أصلا عمال بتعمل كده بدماغك. نفس المشكلة. أنا مشكلتي هنا إني بتعامل مع الفريكونسي. بس في حالة الفريكونسي ديستريبيوشن اللي هي الجروب داتا أنا ما عنديش الأكثر شيوعا كرقم. أنا عندي تكرارات داخل فترة. بس مين بقى اللي في الفترة بيتكرر؟ مش عارف. فهجيبه نسبة وتناسب. زي ما عملت بتاع الإيه. بس قالت الديفنت. هنا بقى لما أحب أحسب المود، المود ظريف قوي. بصوا كده. لا وسهل. بص. طبعا القانون زي ما اتعاملت زي ما عملت الفيلم دي. خد القانون الاول على المساله وبعدين تتحفظ لوحده. بص بقى لو انا عندي شويه البيانات اللي موجوده قدامك دي انا عايز اوجد المود. اوجد المود ازاي؟ المود ايه تعريفه؟ ذا اوبزرفيشن وذ هايست فريكونسي. ذا اوبزرفيشن وذ هايست فريكونسي. مين الهايست فريكونسي؟ ده 8 ده 23 ده 17 ده 18 وهكذا. الهايست فريكونسي كام؟ 23. يبقى المود within this interval دي اسمها الموديل كلاس. يعني الكلاس اللي وقع فيها المود بتاعك. لكن هو كام بالظبط؟ مش هتعرف. ماشي؟ هجيبه نسبه وتناسب. ازاي؟ همسك ال 23 اشيل منها 8 وامسك ال 23 اشيل منها 17. يبقى اخد الهايست فريكونسي ماينس اللور والهايست فريكونسي ماينس اللي بعده. كده جبت كام ديفرنس؟ خلي بالك هعمل ايه؟ هاخد الفيرست ديفرنس اللي هو 23 ماينس 8 احطه على النومينيتور ديفايدد باي السم اوف ذيس تو ديفرنسز على المجموع بتاع الفرقين دول اللي هو الاعلى تكرار واللي قبله زائد اعلى تكرار واللي بعده. كده جبت الريشيو. يبقى تاني هروح اعمل ايه؟ هروح جاي باصص اعلى حاجه بكام يا شباب؟ اشيل منها مين؟ بعدين اروح جاي 23 ماينس 8 بعدين بلس
23 ماينس 17 ادي الريشيو بتاعتي. الريشيو دي هضربها في مين؟ في الانترفال ويدث اللي هي بكام؟ بعدين هروح جامع عليها اللور ليمت اللي هو بكام؟ يبقى انا كده جبت مين؟ الموجب. واحدة من اشهر الحالات. طيب لو انا عندي 23 وعندي اللي قبليها ب 8 واللي بعديها ب 8 ده معناه ايه؟ مش محتاج اعمل ريشيو. كده على طول المود هيبقى الكروس مارك. يبقى امتى يبقى المود هو الكروس مارك؟ لو الهايست فريكونسي الفريكونسي اللي بعديه هو الفريكونسي اللي مين؟ اللي قبليه. على فكره انت لو طبقت القانون هيطلع كده. لان لو انا بالظبط اللي وراه واللي قدامه بيساووا بعض لو جبت اكبر رقم ناقص اللي قبله هيديك فاليو. بعدين لو جبت الديفرنس ده الديفرنس ده هيدولك هاف. لما تضرب هاف في الانترفال ويدث هيديلك نصها اللي هو 1.5. لما تضيفه على اللور ليميت هيديك بالظبط بلس مارك. معايا شباب؟ ماشي. القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول لك هات لي الديفرنس بتاع البريفيوس فاليوز بين الهايست فريكونسي اند ذا بريفيوس. بعدين هات الديفرنس دلتا بين الهايست فريكونسي والبريفيوس زائد الهايست فريكونسي والنكست فاليو. يبقى ده دلتا بي ودلتا ال. الكلام ده هروح اضربه في مين؟ بعدين اجمع عليهم مين؟ ده اللي هو اسمه ايه؟ الموت. ماشي؟ طيب احسبه ازاي؟ مش محتاج اي فروق. بص من هنا اروح جاي قايل 23 ماينس 8 يعني اكتب هنا 15 يعني انا مكان في الامتحان ده جاي اروح 23 ماينس 8 اروح كاتب هنا مكان 15. بعدين 23 ماينس 17 اكتب هنا كام؟ 6. بعدين اروح اعمل ايه؟ جاي قايل 15 ديفايدد باي 15 بلس 7 تايمز الانترفال ويتس اللي هو بس 3 زائد 15 بالظبط يطلع القانون بتاعك. اهو انا حطيتهم اهو شفت 23 ناقص 8 مقسوم على 23 ناقص 8 زي 23 ناقص 17 والكلام ده هروح ضربه في 3 وبعدين 15 جبت الترتيب بتاع 23 ناقص 17 ناقص بجيب الديفرنس ديفيشنز مش مجموع يعني انا بشوف اعلى تكرار ناقص اللي قبله بعدين اقسم على اعلى تكرار ناقص اللي قبله زائد اعلى تكرار ناقص اللي بعده يبقى انا بجيب ديفيشنز بعدين بالنسبه لي اضربها في الانترفال ويتس زائد النور. ايه الادفانتجز بتاعت المود؟ تقدر تحدد المود فور اول ليفلز اوف ميجرمنتس. يعني لو عندي احمر اخضر اصفر ازرق اقدر اقول مود. مين اكتر لون بيتكرر؟ اذا كانوا احمر اخضر اصفر ازرق بس كده يبقى مفيش مود. لكن لو قلت لك وليكن انا بدور على الكلر الاكثر شيوعا في العربيات بالنسبه لمصر. انزل بقى احمر احمر اصفر اصفر رصاصي 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 رصاصي. يبقى مثلا السيلفر هو اكتر المود بتاع الكالرز. لو انا بتكلم على البراندز مثلا سامسونج ابل 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 سامسونج سامسونج ابل 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 يبقى اذا المود هنا يبقى ابل. يبقى ينفع في الكوانتيتيف ده يبقى سوق كبير. طيب ينفع كمان حاجه اتس نوت افكتد باي اكستريم فاليوز. لان انا بصيت على اعلى تكرار مالكش دعوه بالاوبزرفيشنز كبيره صغيره شفت يعني صاحبك ده اللي احنا بنقدر نضرب فيه مثلا 5 6 7 8 2 مليون هو مش بيتكرر كتير اللي بيتكرر اكتر الارقام اللي في الوسط يبقى اذا انا تجنبت الاوت فلايرز. كمان ينفع للاوبن اند ديستريبيوشنز لو انا بقول من صفر ل 1000 من 1000 ل 2000 من 3000 ل 4000 فما فوق هتعرف تجيب الموت لان المود بيدور على اكبر رقم ايه اللي بيحصل له؟ بيتكرر. يبقى اذا على طول ما هوش بيتاثر بالستيم فاليوز دي اكبر ميزات بتاعته. طب تفتكر ايه العيب بتاع المود؟ الاستابيليتي مش ستيبل. يعني ايه مش ستيبل؟ يعني ما تقدرش تحسبه فور افري اوبزرفيشنز لكل انواع السامبلز بدليل ان في سامبلز ما لهاش مود. في سامبلز ده عدد واحد. في سامبل زي ما شفت من شويه كانت باي موديل يعني الفريكونسي ديستريبيوشن اللي حضرتك شايفه ورا ده معايا ممكن الاقي هنا 23 ولا هنا 23 كده يبقى في عندك كام موديل؟
باي مود مش هينفع كده؟ هينفع هيطلع كام مود؟ مودي رقم ايه بيتكرر؟ انا دايما كنت احب ادور المثل ده فارماسي انا بدرسهم باي ستات اما جيت وانا بعمل التوزيع بتاع النتائج في سنه من السنين لقيته عامل كده هذا الفريكوينسي بتاع الداتا بتاعته لقيته عامل كده نفس القيمه تقريبا يعني ده اصبح عندك هنا باي ايه؟ باي مودول عدد اللي جايبين ايه بلس 10 عدد اللي جايبين بي 10 الباقيين اقل يبقى 10 جايبين ايه بلس 10 جايبين دي والباقيين متوزعين اقل من ذلك 2 3 كاعداد يعني عدد الطلب كده اصبح باي مودول اتفضل مش عشان لو قلت يعني ال ال 15 دي جت ازاي؟ الايه؟ ال ال 15 اعمل تكرار هو مين؟ 23 مين اللور ليميت؟ 15 لكن انا حسبته ازاي؟ قلت 23 ماينس 8 ديفايدد باي 23 ماينس 8 بلس 23 ماينس 17 ده اللي اتحسب عندك كده بعدين رحت ضربه في الانترفال ويكس اللي هو طالع بكام؟ ب 3 ورحت قايل مين قادر مين عليه؟ 15 اللي هي اللور بس خلاص حسب ماشي الحال؟ اوكي اي مشاكل؟ كفايه عليك دلوقتي قوم اتحرك لك شويه الساعه كام؟ الساعه 2 قدامك نص ساعه اتحرك فيها روح اخرج اطلع انزل ترجع لي هنا الساعه كام؟ الساعه 2 ونص نبدا الليكتشر بتاعك خليك معايا ثانيه واحده بس تقدر تصور وتحرك